عمل معانا فوز صح، عمل معانا نايك اكتر في الساحه. كانوا هم اصلا مش قصدي حاجه والله، بس هم احنا هم عملوا نجاح كبير طبعا، هم اخواتنا عملوا نجاح كبير، بس هي كل فتره كده بيبقى لها ناس لها وقتها. احنا ما نتكلمش اصلا بيهم عشان ما فيش، مش قصدي حاجه والله، بس احنا في حته احنا مزيكتنا في حته تانية يعني. احنا ما بنساش الحان، دي اهم حاجه يعني، احنا كلح ما بناخدش لحن اغنيه وبنساق. المطربين كسبره سماره ريشا كوستا، اهلا وسهلا بيكم، منورونا في سفح الاهرامات. بنوعك بنوعك والله، شرفت بيك. تاريخ طبعا هنا طبعا، يعني في حاجات كتير كاغاني او كافلام او مسلسلات يعني. على مستوى الاغنيه، على مستوى الاغنيه لسه في كليب نازل ان شاء الله الحمد لله في التايند، اسمه الاسفلت. كلمات مين والحن؟ الحن كلمات اكس والفنان غنانا ريشا كوستا، توزيع خليل وشندي. وانا ما سمعتش عندك ولا الشبكه اللي واقعه عندك، انا سامع دقات قلبك دوم تاك تاك دوم تاك تاك تاك، كل ما تاكلك تزيد مشاكلك، خاف على شكلك لاجي اسقف لك. يلا كله يركب على المرجحه كله جاي. احنا نخش في شنكه، احنا نخش. ازاي بتستوحوا اغانيكم؟ الفكره بتجيلكوا ازاي؟ والله الموضوع مش في كده، الموضوع ان دي حاجه احنا بنعملها بنحبها، ما بنعملها بنستوحيها من عند الله يعني، بنبقى بنفكر بنقعد في المزيكا جدا يعني. احنا بنقعد احنا بنسمع مزيكات في جميع انحاء العالم، فاحنا قاعدين قعده المزيكا عامه ممكن تولد فكره لينا، بنبقى قاعدين جت فكره وبننتجها واحنا قاعدين يعني. معظمنا اصلا احنا اللي بنعمل اغاني، احنا اللي بنكتبها واحنا اللي بنلحنها. قليل اول لما بيبقى في حد مثلا هو اللي بيكتب لنا، او حد هو اللي بيجيب لنا لحن او حاجه. احنا بنقعد احنا بنكريت الفكره واحنا قاعدين وبنقوم نشتغل عليها. ممكن نعمل في اليوم كذا فكره عادي ونشوف اقوى فكره والفكره اللي احنا الثلاثه مقتنعين بيها وخلاص تمام. المهرجانات فرضت نفسها كفن في عالمنا العربي، تمام؟ تتعاملوا ازاي مع الناس اللي بتهاجمكم؟ والله انا شايف ان اي هجوم للمهرجانات يعني، اي هجوم للمهرجانات عشان خاطر المهرجان نجح، فالطبيعي ان اي حاجه ناجحه لازم تبقى عليها انتقاد او عليها هجوم. فولو مش حاجه ناجحه او حاجه فايراله مش عليها كلام اصلا. المزيكا مصر اللي مخترعاها، فاهم قصدي؟ يعني احنا المزيكا مصريه. اي نوع مزيكا، اي نوع مزيكا تاني بيبقى مستوحى من 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 حاجات من بره بتاع، او بيختلف بس نوعيه الكلام هو اللي بيتزيد عليها. انما المهرجان مصري طالع من مصر بماتيريال وحاجات مصريه من نوع، كنوع مزيكا كلها حاجات مصريه 100%. على مستوى الافلام بتحضروا ايه الفيلم؟ انا اقول لك خبر حصري، بس الخبر ده يعني عشان بحبكم بجد، فيلم الحقيقة ان شاء الله انتاج استاذ طارق الجنايني واخراج استاذ رؤوف السيد. الفيلم نازل قريب بطولتي وبطوله نور النبوي والنجم احمد حسام ميدو وخالد الذهبي واحمد غزي. ان شاء الله يكسر الدنيا. طب ازاي تتعاملتوا مع التمثيل يعني؟ طورتوا ادواتكم ازاي؟ خدتوا ورش تمثيل ولا انتوا سبتوها بتلقائيتكم تتعاملوا بشخصيتكم الحقيقيه؟ لا احنا موهوبين اصلا في حته التمثيل دي قوي، واشتغلنا على نفسنا يعني. في مشاكل مع النقيب مصطفى كامل ولا الدنيا تمام؟ لا 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 بالعكس خالص والله، ده نقيب محترم جدا، والصراحه هو سبب بعد ربنا ان احنا الدنيا تبقى معانا اسهل واحسن في المهرجان يعني. هو ادانا فرصتنا الصراحه ان احنا نشتغل يعني، هو عمل معانا فوز صح، عمل معانا النايك. الاكتر على الساحه دلوقتي حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال. اكتر في الساحه كانوا، هم اصلا مش قصدي حاجه والله، بس هم احنا عملوا نجاح كبير طبعا، هم اخواتنا عملوا نجاح كبير، بس هي كل فتره كده بيبقى لها ناسها لها وقتها. واحنا دلوقتي احنا التوب، استنونا في اللي جاي. يعني انت دلوقتي افضل من عمر كمال وحسن شاكوش؟ احنا ما نتكلمش اصلا بيهم عشان ما فيش، مش قصدي حاجه والله، بس احنا في حته يعني، احنا مزيكتنا في حته تانية يعني. غيرهم في المهرجانات عندنا عموما عباره عن بحر مليان سمك، مفيش سمكه بتشبه الثانيه. كل واحد بيقدم نوع مزيكا معين، وكل واحد معروف بمزيكته المختلفه. فعلا بعيد عنهم يعني، هم نوع مزيكا واحنا نوع مزيكا. احنا ما بنساقش الحان، دي اهم حاجه يعني، احنا كلح ما بناخدش لحن اغنيه وبنساقه، عشان احنا اللي بنختار الحاننا. هم اذا كان حسن شاكوش ولا حمو بيكا من الناس اللي عملت نجاح كبير جدا في المهرجان يعني، من الناس اللي خلت المهرجان اصلا عالميا بقى حاجه موجوده صراحه يعني. هم ليهم الفضل في ده. حسن شاكوش طبعا عمل نجاح كبير، وحمو بيك عمل نجاح كبير، اخواتنا ربنا يكرمهم ان شاء الله في اللي جاي. سماره وكسباره وريش كوستا، ايه اللي بيميزكم؟ احنا دمنا الخفيف، وان احنا شبه الناس بجد يعني، احنا شبه، احنا على طول مع الناس في الشارع، وعلى طول يعني معاهم اغلبيه الوقت بتاعنا اصلا مع الناس في الشارع. فده اللي شغلنا مزيكتنا.
وفي شغلنا المزيكا اللي احنا بنقدمها. ان احنا بننجح فنتنك على الناس او مثلا نشوف اللي احنا بنعمل حاجه، لا احنا طول ما احنا وسط الناس، طول ما احنا بنقدم حاجه شبه الناس، عشان كده بننجح. الناس لو جيت حد زعل منكم وانتقدكم تتقبلوا النقد ولا خلاص النجوميه واخداكم؟ لا 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 لا، بنبص قاعده حل نجيبهم. والله ما فيش حاجه اسمها، ما فيش حاجه اسمها نجوميه واخدانا ولا كده، بس هي كل الفكره اللي انا يعني حاجه يعني بتعيبها فيا او بتاع، فانا بثبت لك بشغلي بنجاحي. انت بتنتقدني في حاجه، انت برد عليك بشغلي وبنجاحي، فانت بتشوف رؤيه عكس اللي انت قلتها لي اصلا. بس يبدو ان افكاركم مختلفه، هل شايفين ده في صالحكم ولا ضدكم كافكار؟ صالحنا جدا، عشان خاطر افكار مختلفه بتولد ميكس كده في الافكار، في الاخر بنطلع بفكره فيها الميكس بثلاث افكار. يعني طب ممكن ده يحصل خلاف ما بينكم وتنفصلوا، هل ممكن تنفصلوا؟ لا احنا كده هنمشي، احنا ممكن نضرب بعض حبيبي، نفصل عن بعض حبيبي.